يقول السائل: أنا في بلد يسب فيه الله عز وجل، فهل تجب علي الهجرة؟ إذا كان حصل من أفراد يعني يسبون الله عز وجل لا يلزمك هجرة، لأن هذا يعني عمل أفراد يعني، والأفراد يعني كما هو يوجد في كل بلد من يكون سيء ومن يكون عنده يعني هذا الأمر المنكر. فإذا وجد في بلد يعني واحد يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، تترك البلد من أجله؟ وإنما هذا يجتهد في دعوته، ويجتهد في إذا كان الجهات المسؤولة يعني تنفع في إيقافه عند حده، فإن ذلك يسعى إلى 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 معاقبته، المعاقبة التي تردعه عن ذلك. وإذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه لا يلزم أن يهاجر من أجل أنه يوجد في البلد شخص أو أشخاص يحصل منهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله أو سب الدين.